تضارب. في شيف مثلا مصطفى الرفاعي ده شيف مصري وعاش في امريكا ودرس هناك ومعاه الجنسيه الامريكيه ورجع عمل مشروع في مصر الفاست فود الشعبي ونجح جدا وقال لك انا هعمل فرانشايز مصر هخرج من مصر يطلع اوروبا ويطلع امريكا. بس الجهات المعنيه بقى هنا عشان تعمل حاجه زي كده يعني السياحه ولا الاكاديميه زي الاكاديميه اللي حضرتك قلت عليها ولا ده ولا القرار الجميل يعني برضه بيبقى في جهات معنيه هنا ايه جهات المعنيه؟ يعني من الجهات المعنيه اللي ممكن نختزلها مثلا في وزاره السياحه في هيئه نشوف السياحه في عندك مثلا جهات كمان دوليه زي منظمه الفاو الجزائيه منظمه الفاو العالميه مثلا ممكن يحصل تواصل معاها ممكن يتعمل دليل للاكلات المصريه القديمه. هم عرفوا ازاي يعني يقتحموا الدول من الجزئيه دي من موضوع الاكل دوت. هنا لازم يكون في اهتمام مش افراد او حتى جمعيات اهليه، لازم يكون في اهتمام على مستوى الدوله، لازم الدوله تشوف ان ده مهم ان دي بدء ثقافه بلدي بره. بس طيب الشيف اللي دوس صدارة الاحتراف وعايز يعمل برنامج او عايز يطلع في قناه فضائيه عشان يقدم فقره او حلقه او يعمل برنامج تقوى هي بتبقى برضه سياسه القناه يعني او فكر اقتصادي خاص بالقناه. انت كشيف لازم تكون فاهم وعارف ان قيمه مهنتك كبيره وان هي بتقدر جدا فما تستعجلش الشهرة لان ده مش هيجيب لك شهرة لما تطلع في فقرة او تطلع مثلا بشكل غير لائق او تعمل حاجة انت مش مقتنع بيها وان كانت شهرة مؤقتة جدا يعني بس مش هتعمل اسم طويل. والمهرجانات نفس الموضوع يعني المهرجانات الطهويه ودي نقطه مهمه جدا انها بتاخد دعم من هيئه تنشيط السياحه ودي نقطه عجيبه يعني وتثبت كل الكلام اللي اتكلمنا فيه. طب انت كدوله عندك هيئه تنشيط السياحه بتصرفي في بند من البنود دعم لمهرجانات سياحيه طهويه بقى فنيه بس في جزء المهرجانات الطهويه انت بتدي فلوس من الدوله عشان تدعم شركات تعمل مؤتمر او مهرجان طهوي. المهرجان دوت تأثيره ايه؟ طب مين القائمين عليه؟ طب هو المجال الطهوي دوت يعني هل هو حد اكاديمي مثلا موجود او مثلا جهه دوليه طهويه مثلا المشرفه على المهرجان او طب هتنشط السياحه ازاي؟ يعني هتنشط السياحه ازاي؟ او ايه الفيدباك بتاعك من المهرجان ده؟ مين هيشوفه؟ وهي بتندرج كلها تحت بند سبوبه بس مش اكتر من كده. طيب